أولاً، قم بتثبيت محرك بسيط في ثقب الأسطوانة المدمجة والصق قطع مغناطيس صغيرة بهذا الشكل. هكذا تستدير الأسطوانة على محور المحرك ونوصل طرفي المحرك بمصباح كهربائي باستخدام سلكين بهذا الشكل. ثم استخدم مادة لدنة لاصقة لتثبيت المحرك على الأسطوانة، وهكذا يكون الشكل النهائي. لاحظ، تولد الكهرباء بحركة الأسطوانة. والآن استخدم قطعتين مغناطيس من نفس القطب. هكذا حصلنا على المجال المغناطيسي اللازم لتوليد الكهرباء بقوى التنافر بين الأقطاب المغناطيسية المتشابهة. شاهد كيف ينير المصباح.